متابعين مصر اليوم في كل مكان، اهلا بيكم ولايف جديد من داخل صاله تحرير مصر اليوم. هكون معاكم فيه شيماء القرنشاوي محرر بقسم الحوادث، مفاجآت جديده وتفاصيل اكثر اثاره في قضيه سفاح التجمع، واللي طبعا متابعينها على مدار الايام اللي فاتت. السفاح اللي لحد دلوقتي ثبت ارتكابه 3 جرائم قتل بحق سيدات كانوا بيقيمن معه في شقته اللي باحد الكومباوندات في التجمع، وتخلص من جثثهم في مناطق صحراويه ما بين بورسعيد والاسماعيليه وكمان اطراف القاهره تحديدا ناحية مدينة نصر. آخر المفاجآت في قضية سفاح التجمع اللي كشفت عنها التحقيقات تقريبا على مدار الساعات اللي فاتت، طبعا زي ما حضراتكم عارفين التحقيقات مستمرة ومتواصلة منذ إلقاء القبض على المتهم من حوالي 5 أيام. آخر المفاجآت دي إنه الهاتفين المحمولين اللي تم العثور عليهم بحوزة المتهم أو داخل محل سكنه بمنطقة التجمع، واحد منهم كان مملوك لابنه اللي طبعا مختفي أو بيقيم مع والدته منذ طلاق المتهم وزوجته دي، واللي تقريبا انقطعت اخباره عنه منذ فتره. الهاتف الخاص بابن المتهم جهات التحقيق اكتشفت او تبين انه بيحتوي على صور ومقاطع لفيديوهات قام تصويرها المتهم لضحاياه قبل ارتكاب جريمته وكمان اثناء ارتكاب الجريمه واثناء اقامه العلاقات غير المشروعه او ممارسه الرذيله مع الضحايا، لانه كان اعتاد في الجرائم اللي بيرتكبها انه بيمارس الرذيله مع الضحايا دول وبيقوم بتصوير العلاقة مع الضحايا وكمان أثناء تعذيبهم وممارسة تصرفات وأفعال سادية جدا بحقهم. قالت كمان التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية الخاصة بواقعة سفاح التجمع أنه تم التحفظ على طبعا اللابتوب الخاص بالمتهم واللي عثر عليه داخل مسكنه، وكان المتهم قام بحذف كل مقاطع الفيديو اللي موجودة عليه وكمان الصور علشان تنجح الأجهزة الأمنية بطبعا مساعدة أجهزة مباحث الإنترنت في استعادة المقاطع دي والاطلاع عليها والتحفظ عليها، واللي طبعا ثبت من خلال مناظرتها الأولانية أو مشاهدتها يعني الأولانية انها بتضم برضو مشاهد للمتهم اثناء ارتكاب جرائمه وتعذيب السيدات الضحايا وكمان قبل ارتكاب وبعد ارتكاب جريمته. عايز اقول لحضراتكم كمان انه من ضمن ما كشفت عنه التحقيقات انه المتهم قال في امام النيابة العامة انه كان بيعتاد بعد ارتكاب كل جريمة وقبل دفن الجثث الضحايا الثلاثة انه بيتناول وجبة سمك وبيقوم بالاتصال باحد مطاعم السمك الشهيرة وبيطلب وجبة سمك وبيتناول لها يعني كنوع من انواع التهدئه النفسيه ليه قبل ما بيقوم بعمليه دفن جثث ضحاياه او التخلص منها في المناطق الصحراويه اللي ذكرت حضراتكم او قلت لحضراتكم عليها في بورسعيد والاسماعيليه واطراف القاهره. كمان من ضمن المفاجآت اللي كشفت عنها التحقيقات انه المتهم قال انه هو اثناء ارتكاب جرائمه كان بيشعر بحاله يعني عدم او شبه لا وعي، وانه كان بيقوم بالتعذيب لتعذيب ضحاياه بالشكل السادي ده، واللي اظهرته مقاطع الفيديو واللي يعني شهدته اجهزه الامن على الموبايل الخاص بيه او الهاتفين الخاصين بيه، واللي طبعا تبين انه واحد منهم كان مملوك لابنه. طبعا هو المتهم قال في التحقيقات انه كان بيقوم بتصوير ده وهو في شبه حاله لا وعي. كمان كان من ضمن الحاجات اللي ادلى بيها في اعترافاته امام النيابه انه مش فاكر جرائم تانية، واللي فاكره بس هو اللي قال عليه في التحقيقات. عايز اقول لحضراتكم انه اجهزه الامن كانت بتكثف من جهودها لضبط المتهم خصوصا بعد العثور على جثث الضحايا الثلاثه في المناطق الصحراويه، وانها كثفت من تتبع خطوط سير المتهم وكاميرات المراقبه على الطرق وكمان الكارتات اللي كان بيمر منها، وده كان اول خيوط الكشف عنه والتوصل ليه، لانه طبعا رصدت التحرك لعربيته او رصدت ظهور عربيته اكتر من مره على الطرق دي، وده اللي كان بداية الكشف عنه وبداية تتبع خط سيره إلى أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه داخل شقته بأحد الكومباوندات في منطقة التجمع. آخر قرارات النيابة العامة الخاصة بسفاح التجمع هي اللي أمرت به بحبسه أو القرار بحبسه على ذمة التحقيق، مع طبعا تكثيف التحريات للكشف عن أي وقائع جديدة أو كمان جمع أي معلومات أخرى خاصة بوقائع القتل الثلاثة اللي تم حتى الآن الكشف عنهم أو الكشف
عن ارتكاب المتهم ليهم. عايز اقول لكم كمان انه اجهزه الامن بتفحص بدقه جدا وبشكل مكثف الحساب الخاص بالمتهم كريم اللي عنده 36 سنه او زي ما بيسمى سفاح التجمع على احد المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا انه كان بيمتلك صفحه عليها تقريبا ملايين المتابعين، واجهزه الامن زي ما قلت لحضراتكم بتفحص الصفحه دي وكل اشكال التواصل اللي تمت ما بين المتهم وبين المتابعين لمعرفه اي تفاصيل او اي معلومات جديده، خصوصا اللي كان يعني ما يخص تواصل المتهم مع المتابعين دول. كمان اجهزه الامن حتى الان اغلقت الصفحه ومنعت اي تواصل او اي زيارات عليها لحين فحص كل ما يخصها وكل اشكال التواصل اللي كانت بين المتهم وبين اي من المتابعين، ربما يكون في اي صله بشكل او باخر بين المتابعين وبين جرائم المتهم سفاح التجمع. من ضمن كمان اللي اصفرت عنه التحقيقات حتى الان انه ما زالت الاجهزه الامنيه بتفحص كل الفيديوهات الخاصه بالمتهم واللي تم العثور عليها على جهاز اللابتوب، وكمان تحليل الاثار البيولوجيه اللي تم العثور عليها داخل شقته للكشف عن يعني مدى خصوصيتها بالمتهم والضحايا او انها بتخص اشخاص اخرين دخلوا لمسرح الجريمه وهي شقه المتهم، طبعا للوصول لاذا كان في ضحايا اخرين او متهمين اخرين اشتركوا مع المتهم في ارتكاب الجرائم. سريعا هفكر حضراتكم بقضيه سفاح التجمع. سفاح التجمع اللي تم القبض عليه منذ ايام بعد العثور على ثلاث جثث لثلاث ضحايا سيدات في مختلف الاعمار 19 و26 و34 سنه في اماكن صحراويه متفرقه بعده محافظات بورسعيد والاسماعيليه وكمان اطراف القاهره، علشان بعد كده تكتشف الأجهزة الأمنية أنه المتهم كريم اللي بيبلغ من العمر 36 سنة هو اللي وراء ارتكاب الجرائم دي، وكان بيرتكبها بشكل الحقيقة عنيف جدا وشكل فيه سادية شديدة بعد تعذيب المجني عليهم التلاتة وتصويرهم في أوضاع مخلة، وطبعا بعد احتجازهم لفترات داخل شقته بمنطقة التجمع. لسه مكملين معاكم قضية سفاح التجمع، هنوفيكم بكل الجديد فيها وآخر التفاصيل الخاصة بيها أمام جهات التحقيق أو جهات التحريات الأمنية. خليكم معانا في المصري اليوم، دايما عندنا جديد.